خليني اشرح بقى نقطه نقطه كده واقول لكم ان الوضع ده وضع حلو ان اللي هو جاي من الولد، لكن مش حلو التجاوزات اللي حصلت. الخاطب ده واحد غريب جاي عمل ايه؟ وعد، الوعد بالزواج. خليني اشرح لكم نقطه نقطه بس بالراحه عليا. الوعد بالزواج وليس زواج. فوعد بالزواج ده معناه ايه؟ ها، وعد بالزواج ده معناه يا كمل يا ما كملش، زي وزي الغريب، زي الراجل بتاع الحلبسه اللي في اول الشارع بالظبط كده. الا في حاله واحده، لو انا في شارع والدنيا ضلمه وليش ولي ينفع انها تاخد خطيبها ولي لحد ما توصل البيت في امان، بس خلاف كده لا. فاما يجي الولد هو اللي يبقى متاثر جدا جدا ويجي يقول انا بحبها، فدخلت بيت قريت فاتحه ووالدي توفاه الله وانا اللي بصرف على اخواتي ومتعهدهم ومش قادر، انا مش قادر، لا عارف اكون ولا عارف اعمل. كل لما اجي اعمل جبت شبكه بالعافيه، جبت مش عارفه ده بالعافيه، جبت دهنت الشقه لسه فاضل الحاجات، ده على الغفاء، ده على المحاره، بيجهز حاله. تيجي اخت بتتجوز هيقف عشان يجهز اخته، مش عارفه مين تعبان فهيقف عشان العمليه، مين عايزه فلوس جامعه وفلوس فهيقف شويه، وهي اهلها مش مقدرين الكلام ده. لا انت المفروض تحدد لنا الدنيا مش سباح مراح، وانت مش المفروض. طب هو راجل وهو شاري وهو عايز. الكارثه اللي حصلت، الكارثه اللي حصلت ان حصل تلامس ما بين الطبيعي المتعارف عليه ان البنت بتقول لك لا خلاص طالما يعني حصل ما بينهم شيء من المشاعر فهي خلاص مش ما ينفعش تسيب. الوضع هنا معكوس، البنت عندها استعداد تسيب، لا اسيبه لا كذا وما فيش، وهو هيتجنن ازاي يعني، ازاي بعد ما بقى في مشاعر بيني وما بينها وانا ارتبطت بيها هي ممكن تسيب، وليه اهلها ما يوافقوش؟ طيب اولا يعني اما اجي نرد على مشكله زي دي خلينا نقول في البدايه انا بحييه الاول، بحييه ان انت حبيت دخلت بيت، حلو جدا، عندك مشاعر تجاه حد ما تاخدش غلط وامشي، لكن يعني ما كملتش انت ما كملتش التورته لاخرها. انت المفروض دخلت بيت وخلاص وفي طريق رسمي. الخطوبه دي يا جماعه يعني قل تكايه بتروح، يعني اول خطوه بتروح في كسر الحواجز ما بين الخطب والمخطوبه الخطوه اللي بعديها. عايز يمسك ايد وبعد ماسك الايد ما اعرفش يعمل ايه، وبعدين ما اعرفش ايه، وبعدين كلام بالليل، وبعدين لابسه ايه، شكرا. وانت زوجتي امام الله تزوجتك واقبلي وحاجات بقى جميل. ممكن يكون صادق على فكره، ما بيقولش انهم بيبقوا كذابين ولا حاجه، يعني راجل بيدفع وداخل وبيجهز الشقه، امر كتير حالات بتبقى صادقه، بس التجاوزات غلط وبيحصل عليها بلاوي. ممكن يتوفاه الله وهي تبقى حامل منه، تقول لك مات وانا حامل منه، طوبه، كارثه كارثه. احلونا امر محرم والله، حتى لو عاقد عايز تبني بيها يا اخو روح استاذن ابوها بعد اذنك بقى، احنا قدامنا كتير على الدخله فانا استاذن ادخل ببنتك، هو ده الامر الوحيد اللي ينفع، خلاف كده لا. فانا قاري فاتحه وحصل تجاوزات، والغلط فين؟ ها الغلط بيجي من الخاطب ولا من المخطوبه ولا اهلها؟ بالثلاثه. إيه لما 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 الاهل يعوزوا يفشكلوا ما هم مش عارفين ايه اللي فيها. إيه خاطب انت المفروض انت القيم على الامر ده، انت الراجل. والبنت على فكره بتقيم زوج ده، العقل على فكره بتقيم زوجها من القصه دي، هو يعني هيقدر يحافظ عليا ولا لا، وبتقصها ان هو يتعدى على الامر او يتعدى على حدودها او حيائها في الفتره دي. في بنات كتير جدا بتفسخ بسبب الامر ده. في حاجه بقى يعني عكس اللي بقوله لكم تماما، ما انا دايما بجيب لكم الحاجه عشان بس ايه اما نصدمكم فيبقى مخك متعود ما شاء الله على الصدمات فما يحصلكش ايه تشك من الصدمه، لا تبقى فاهم ممكن ايه يحصل. بنت بتقولي بصي يا دكتوره هاله انا عملت كل اللي ممكن تتخيليه من الحدود وسمعت حلقاتك ولا يمكن كان يلمسني وامه اللي لبستني الشبكه وبصي ولا يمكن كان يقول لي ابعد وكان يجي يقرب مني ابعد ولا يمكن، ولا ان انا حريصه انه تبقى اول لمسه في الحلال، وجه بعد الزواج بيذلني، انت ضيعت عليا افضل فترات حياتي وضيعت على غلط غلط، ويذلها عشان يديها مشاعر او يجي جنبها ولا لا انت كنت بتعمل، هو فاهم غلط. انا مش عايزه اقول تعملي ايه لان انا ضد سياسه التاديب بتاعه الازواج والزوجات بتنتهج، لكن في حوار ممكن يتعمل.